اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم حسن خطابي، محامي بهيئه الدار البيضاء واستاذ زائر بجامعه الحسن الثاني، وذلك لتسليط الضوء حول موضوع افاق العلاقات التجاريه المغربيه البريطانيه في ظل التقارب الاخير السياسي والاقتصادي بين البلدين. اهلا وسهلا استاذ خطابي، مرحبا بك. شكرا على هذه الدعوه الكريمه. نعم استاذ خطابي مرحبا. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كيف ترى مستقبل العلاقات التجاريه المغربيه البريطانيه خلال الاشهر المقبله، خاصه بعد اطلاق خط بحري جديد بين البلدين والحديث عن مشروع جديد للربط الطاقي بين البلدين؟ اولا لابد من الاشاره الى ان العلاقات ما بين بريطانيا والمغرب هي علاقات عريقه وقديمه تمتد على يعني 8 قرون، وبالتالي ف يعني العلاقات ليست جديدة. النقطة الثانية هو أن وضعية بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مختلفة نوعا ما، بحيث هي أكثر حرية في ربط علاقات خارج أوروبا، وطبيعة الحال هذا نقطة يمكن اعتبارها إيجابية بالنسبة للمغرب، بحيث أن بريطانيا تبحث عن شركاء اقتصاديين خارج الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمغرب أيضا هناك نوع من التغيير في تحالفاته الدولية، خصوصا بعد إعادة يعني ربط العلاقات مع إسرائيل، وبعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. فهذه المعطيات الجديدة وفرت فرصة للمغرب للتنويع من شركائه الاقتصاديين، وبالتالي للانعتاق من هيمنة الاتحاد الأوروبي بشكل عام والهيمنة الفرنسية بشكل خاص. لذلك بدأنا نسمع ببعض الاتفاقيات الثنائية ما بين المغرب وما بين بريطانيا، والتي تجسدت من خلال مشاريع متعددة ومشاريع ضخمة، من بينها الربط البحري ما بين المغرب وما بين بريطانيا، وأهمها وهو الربط الطاقي أو الكابل الكهربائي الذي يعتبر أطول في العالم على مسافة 3800 كيلومتر، والذي بدأت يعني الدراسات حوله تنجز لكي يربط ما بين المغرب وما بين بريطانيا لمدها بلا الكهرباء أو ما يسمى بالطاقة النظيفة، التي تعتبر هي المستقبل الطاقة بعد يعني يا إما نضوب يعني احتياطات البترول، أو نتيجة تخوف كثير من الدول على التخوف من تبعات الطاقة الأحفورية التي تؤدي إلى تلويث البيئة. وبالتالي فالمستقبل واعد بالنسبة للعلاقات المغربية البريطانية، التي كما قلت في البداية ما هي إلا امتداد لتاريخ طويل من هذه العلاقات ما بين الشعبين وما بين العائلتين الحاكمتين. ولا ننسى أن ملكة بريطانيا كانت قامت في عهد الحسن الثاني بزيارة تاريخية إلى المغرب، وكذلك الحسن الثاني قام بزيارة إلى بريطانيا، مما شكل تتويجا لهذه العلاقات التاريخية. نعم، إذن أستاذ خطابي، كيف سيستفيد المغرب من البريكسيت والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء على مستوى تعزيز الاستثمارات البريطانية في المغرب؟ حينما يعني نتناول الكيفية التي خرجت بها بريطانيا من 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 الاتحاد الأوروبي، سنجد على أن كان ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان من بين الخطط ترامب التي كان يصرح بها علانية إضعاف الاتحاد الأوروبي، وبالتالي شكل دعما لبريطانيا للخروج من 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 الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فأصبحت بريطانيا تشكل الحليف الأوروبي الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. و
في المقابل بالنسبة للمغرب، المغرب منذ يعني منذ الحرب الباردة المغرب اختار يعني توجهه واختار يعني انضمامه إلى المعسكر الرأسمالي، وبالتالي فهو أيضا له علاقات تاريخية. لا ننسى على أن في القرن 18 المغرب هو أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، إذن فهي علاقات ممتدة، وبالتالي فتوجت باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبالتالي فالمغرب يظهر من خلال هذا الاعتراف على أنه حليف يعني حليف حليف عربي إفريقي استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فبريطانيا والمغرب كلاهما يعتبران حليفان استراتيجيين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فعادي ومنطقي بطبيعة الحال أن يعني أن يوطد هذه المكانة الجديدة من خلال روابط اقتصادية يعني تجسيدا وتعدد تلك العلاقات التاريخية القديمة ما بين البلدين. نعم، الملاحظ أن المواقف الاتحاد الأوروبي يعني لاحظوا عليها أنها تميز بالحربائية، لم تصدر عن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة بوادر واضحة حول الاستثمار في الأقاليم الجنوبية المغربية. ما رأيك أستاذ الخطابي حول حاجة المغرب إلى تنويع الشركاء ديالو التجاريين مثلا مع الدول الأنجلو ساكسونية أو الدول التي تعترف بمغربية الصحراء مغربية الصحراء وفق منطق رابح رابح؟ الاتحاد الأوروبي له علاقات كما وصفتها بالفعل، هي علاقات حربائية مع المغرب، ثم إن الاتحاد الأوروبي ليس له رأي موحد، بحيث أن نجد على أن هناك دول داخل الاتحاد الأوروبي تختلف مصالحها، مثلا ناخذ اسبانيا وفرنسا إزاء المغرب هناك يعني مصالح مختلفة، هناك مثلا ألمانيا التي تنظر بعين سلبية إلى هذه الطفرات والنجاحات التي حققها المغرب، وفي إحدى التقارير الأخيرة كانت هناك توصيات بمحاولة فرملة يعني تطور المغرب حتى لا يصبح قوة إقليمية في إفريقيا الشمالية. أيضا نجد على أن الاتحاد الأوروبي لا زالت لم يعترف بعد بمغربية الصحراء، ومواقفه متذبذبة وضبابية، وبالتالي فهو يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة. أيضا هناك من يرى بأن الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص يعني أنها لم تحاول رأب الصدع ما بين المغرب والجزائر، لأن في مصلحتها تقتضي أن تتعامل مع دول المغرب العربي كل دولة على حدة، بمعنى أنها تحاول ما أمكن أن تعطل وحدة المغرب العربي حتى تتعامل مع كل دولة على حدة. ونلاحظ هذا في ليبيا، ففرنسا لها رأي وتساند طرفا دون الطرف الذي تسانده إيطاليا، لدرجة على أنه كان هناك اختلاف كبير ما بينهما وتضارب في التصريحات، وبالتالي والاتحاد الأوروبي أيضا لم تعد له نفس القيمة، فبريطانيا أصرت على الخروج منه بعد استفتاء البريطانيين، ثم تركيا التي كانت لديها رغبة شديدة للالتحاق ولكنها لم تعد ترغب في ذلك، أي أنه فقد مكانته، بدأ يفقد تدريجيا مكانته السياسية ومكانته الاقتصادية، وبالتالي فلا يمكن أن تراهن على حصان خاسر. إذن فرصة سانحة للمغرب أن يستغلها كما قلت في البداية من خلال هذه المعطيات الجديدة، إعادة ربط العلاقات مع إسرائيل وتمتين العلاقات مع بريطانيا وتوظيف يعني اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغرب الصحراء لخلق علاقات جديدة وخلق يعني حلفاء جدد التي سيكون معهم مستقبل أحسن مما كان عليه الأمر بالنسبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. نعم، وعلى ضوء يعني التحالفات الدولية الجيوستراتيجية القادمة، ليست الحاجة على المغرب مطروحة أن يقوم بوضع طلب عضوية لدول الدول الأنجلوساكسونية دول الكومنولث؟ فطبعا الحال هنا مسألة
يعني الانضمام الى العالم الانجلو ساكسوني يفترض في البدايه على ان يختار المغرب يعني اللغه الانجليزيه، وحتى في مجال التعليم اختيار النظام التعليمي الانجلو ساكسوني الذي ابان عن نجاعته. انا اذن عنده امتيازات، عنده طبيعه الحال ان التجربه ابانت على ان الدول التي اعتمدت النظام الانجلو ساكسوني في التعليم، واتحدث عن النظام التعليمي بالإضافة إلى اللغة طبيعة الحال، أنا أتحدث عن النظام التعليمي، لأننا نحن هنا يعني مرتهنين بنظام التعليم الفرنكفوني الذي أبان عن عدم يعني مواكبته للتطورات التي يعرفها التعليم العالمي. خذ مثال الهند مثلا، كندا، رغم أن منطقة الكيبيك تتكلم اللغة الفرنسية، ولكن نظام التعليم نظام أنجلو ساكسوني. وبالتالي إذا استطاع المغرب أن يتبع نظاما أنجلو ساكسونيا في التعليم وإحلال الإنجليزية محل الفرنسية، آنئذ سيصبح انضمامه إلى العالم أنجلو ساكسوني، ولما لا الانضمام إلى منظمة دول الكومنولث، يعني مسألة تحصيل حاصل. نعم. إذن فهذا إذا استطاع المغرب الوصول إلى هذه المرحلة سيكون قد يعني قطع أشواطا كبيرة في مجال يعني في مجال الوصول إلى مرتبة الدول يعني القوة الإقليمية يعني في القارة الإفريقية. نعم أستاذ الخطابي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. مرحبا. شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديدا مع ضيف جديد. شكرا.